ده العيش التميس يا جماعة، وده الفرن بتاعه، وطبعا احلى عيش ممكن يتعمل في مخبزة من الفرن، بيرمي في اي حتة. عيش التميس الجميل، نقضي النار عليه، يفضل يعجن يعجن ويقرص في المدينة المنورة. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. عيش التميس واحلى عيش، لازم القطانة دي اللي بيحط عليها الحاجة ويردع في الفرن الكبير في المدينة المنورة. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيبي. في الجزء الثاني من المدينة بعد ما كان الأكل، يعني ما شاء الله كان ولم يشاء الله، وهو بيطلع العيش السخن الطازة. صلي على محمد. هتسيب له ما يبرد ده عسل؟ زين زين زين.